إذا كنت تلعب وتسمع صوت اللعبة بطريقة سيئة، خلنا نقول لك إنك جالس حرفيا تضيع وقتك. الأصوات في اللعبة تمثل نص التجربة، وبدون صوت ممتاز فأنت جالس تقتل متعتك. واحد من الطرق الرهيبة عشان تسمع صوت اللعبة بشكل ممتاز هو إنه يكون عندك سماعة رأس ممتازة توصل لك هالتجربة. لذلك سوينا هذا الفيديو اليوم عشان نساعدكم في هالأمر. الدليل هذا بيسهل عليكم اختيار سماعاتكم الجديدة، وبنشرح كل من السلبيات والإيجابيات لكل سماعة. حطوا في بالكم بأننا راح نختار بس السماعات المتوفرة عندنا في السعودية، وبالتالي في باقي الأسواق العربية غالبا. بعد البحث اللي سويناه اخترنا 4 سماعات نعتقد أنها تقدم القيمة الأفضل في كل التشكيلات الموجودة. وأول سماعة بنتكلم عنها هي HyperX Cloud Orbit S، سعرها $330 أو 1319. HyperX طبعا من فترة أصبحت من أقوى الأسماء في مجال سماعات الألعاب، بيكون غريب جدا لو ما كان لهم تواجد في الفيديو اليوم. السماعة هذه تشتغل سلكيا فقط، وتدعم وصلات متعددة من 3.5 ملم USB-A USB-C. السماعة هذه تدعم الصوت الثلاثي الأبعاد اللي يتابع حركة رأسك، فمع الحركة رأسك اتجاه الأصوات بيتغير. والصوت الثلاثي الأبعاد لهذه السماعة له سعة بطارية معينة إذا كانت مفعلة مدتها هي 10 ساعات. وبشكل عام النقاد مدحوا هذه الميزة وقالوا أنهم دخلتهم جو في الألعاب اللي قدرت تستغلها صح. السماعة طبعا هاي تشحنها عن طريق السلك الـ USB-C. برضو يمديك تستعمل هذه السماعة لأكثر من جهاز، وهي تدعم كل من النينتندو سويتش، الأكس بوكس 1، بلاي ستيشن 4، بي سي والجوالات. الإيجابيات تدعم وصلات متعددة مثل 3.5 USB-A USB-C، واللي بيسمح لها تعمل على أغلب الأجهزة. الصوت الثلاثي الأبعاد المتتبع الحركة عالي الجودة، وأضاف عمق جديد للاعب وخلاك تعرف موقع خصمك في المرحلة بشكل دقيق. سلبياتها هي سعرها مرتفع كسماعة سلكية، والبرنامج حق ميزة 3D معقد شوي حتى تضبطه. الآن ننتقل للسماعة الثانية وهي الستيل سيريس أرتكس برو بلس داك، وسعرها 1299 ريال، يعني $245. شركة ستيل سيريس ما تعتبر الأشهر من بين الشركات اللي بنذكرها، لكن منتجاتها عالية الجودة، وأحدهم السماعة اللي بنتكلم عنها الآن. سماعة الستيل سيريس أرتكس برو بلس داك تعمل سلكيا فقط، وهي مخصصة للبي سي، لكن تقدر تستعملها مع جميع الأجهزة. وهي السماعة الوحيدة من فئة السماعات المخصصة للألعاب، وتدعم تقنية الهاي ريز أوديو. هذه الميزة تعطيك الأصوات بدون ما تكون مضغوطة، وبالتالي بتكون جودتها أفضل. في ألعاب معينة تدعم هالميزة وهي Wolfenstein The New Colossus. السماعة يجي معها قطع اسمها Game Deck، وعن طريقها تقدر تسمع الأصوات بترددات من 10 إلى 40000 هيرتز، وهذه الترددات تسمح بتكوين جودة فخمة ما تحصلها في السماعات المتوفرة في السوق حاليا. أيضا عن طريق الجيم داك تقدر تتحكم بوزنية صوت الشات وصوت اللعبة. وأخيرا السماعة تدعم تقنية الصوت المحيطي DTS V2. إيجابياتها هي جودة الصوت الممتازة، واللي براح تكون أفضل لك إذا استغليت ميزة الهايرز أوديو على البي سي، إضاءة الـ RGB المتوفرة، والصوت المايك الصافي. سلبياتها هي حجمها الصغير اللي ممكن يكون غير مريح للبعض. الآن ننتقل للمنافس التالي وهي سماعة الأسترو A50، سعرها 1499 ريال أو $300. شركة أسترو معروفة جدا أيضا في هذا المجال، ولها منتجات قوية جدا، لكن الكثير منكم ممكن ما يعرف أن شركة أسترو جزء من شركة الأكسسوارات العريقة ثانية وهي لوجيتك. سماعة الـ A50 عكس الاثنين اللي ذكرناهم قبل، بتكون تشتغل لاسلكيا فقط عبر تقنية اتصال لاسلكي 5.8 جيجا هيرتز، وتدعم الصوت المحيطي 7.1. سعة بطارياتها 15 ساعة، والسماعة تدعم تقنية دولبي أوديو اللي تعطيك دقة عالية تخليك تعرف المكان اللي يخرج منه الصوت. بنفس الوقت الميكس أمب مبني داخل السماعة، لأنها بشكل تلقائي راح توازن بين صوت اللعبة وأصوات اللاعبين اللي تلعب معهم. إيجابياتها مريحة، سعة بطاريتها مرة كبيرة، وفيها ميزة إطفاء السماعة بشكل تلقائي إذا تركتها، حتى يساعد في حفظ البطارية، ومدة شحن هذه السماعة لما تكون فاضية هي 90 دقيقة. سلبياتها القاعدة حقتها محصورة يا على البلايستيشن 4 أو الإكس بوكس 1، فما ينفع تاخذ واحدة تشتغل على الجهازين. الآن ننتقل للآخر سماعة عندنا اليوم، الريزر ناري ألتيميت، سعرها ب 849 ريال أو $199. شركة ريزر من أكثر الشركات العريقة في مجال الأكسسوارات الألعاب، ومتعمقين في هذا المجال من سنين. السماعة هاي تعمل لاسلكيا عن طريق اتصال لاسلكي 2.4 جيجا هرتز إذا وصلت القطعة حقتها USB للبي سي أو البلاي ستيشن 4.
بينما على الاكس بوكس 1 والسويتش فهي تعمل بسلك الصوت العادي 3.5 ملم. هاي السماعات من ريزر غير تقليدية، ومش بس تقدم لك صوت سماعة جيد، فهم ركزوا أكثر على شد اللاعب في بعد آخر، وهي عن طريق ميزة الهايبر سنس حقتهم، وهذا الشيء يخلي سماعتك تهز على حسب المؤثرات اللي في اللعبة. ففي النسخة الأولية من الريزر رالي كانت مزعجة وقوية، لكن مع نسخة الألتيميت تعلموا من أخطائهم وقدموها بشكل موزون يعطيك عمق جديد للعب بدون ما تسبب لك إزعاج. السماعة هذه حجمها كبير شوي وضغط على أذنك حتى تنقل لك ميزة الهايبر سنس، فأذنك ممكن تحتمي بعد فترة، وعشان كذا فيها جل أو مادة هلامية مبردة للأذن. إيجابياتها هي ميزة الهايبر سنس والجل المبرد اللي برد على أذنك بعد فترة، وبنفس الوقت طبعا صوتها الجيد. ومن سلبياتها أنها ثقيلة، وللأسف ما تقدر تعدل على الهيد باند حقها. إذن كذا غطينا أقوى السماعات المخصصة للألعاب في السوق وشرحنا كل ميزاتهم. إن شاء الله نكون ساعدناكم في اتخاذ قراركم لشراء سماعة معينة، وإذا عندكم تجارب من السماعات تحسون أنها الأفضل فشاركونا بأسماءهم في التعليقات حتى الكل يستفيد. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.